موضع السجود هني، بعضها عبرت مفرق العين هنا، ومن الخلف إلى خرزة جمجمة علي، يعني كل الرأس فتق. ليش؟ لأن عدو الرحمن كان واقف وعلي كان في موضع سجود. عدو الرحمن يأتي بالسيف وعلي رافع رأسه، وبالتالي السيف وصل إلى أعمق نقطة يمكن أن تصل إليه، يعني انفتق رأس علي نصفين. تدري شلون؟ لما أرادوا أن يوقفوا النزيف، لما أراد أن يوقف النزيف، وأنت سامع البارحة تفاصيل المصيبة، وأنا الآن أريد أوقف على إشارات في المصيبة. لما رادوا يوقفون النزيف لم يقف، سوى الإمام الحسن، فأخذ الحسن رداءه وشده على رأس أبيه أمير المؤمنين. الدم، أنا بذكر لك ثلاث نصوص في مقدار الدم الذي خرج من علي. عبارة قالت الدم وصل إلى صدر أمير المؤمنين، غطى صدره. ورواية أخرى أنه غرورق علي بدمه، يعني كانت تحت بقع الدم. بس في نص ذكر بعض الأعلام يقول الدم تطشر على كل جدار المحراب، كل الجدار تغطى. أما علي حين تراب المحراب قبض بحرارتها وهو يقول فزت، وجبرائيل صرخ بين الأرض والسماء تهدمت والله أركان الهدى، انفصمت العروة الوثقى، قتل ابن عم المصطفى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء، إجا الحسن بأبي وأمي، أراد أن يحرك رأس أبيه فتغشى جرح علي، وكان في غشوته ففتح عينه من شدة حرارة السيف. أنادى أنادى، أنا أبيات الدعاء، يقول لها ضربة القشرة يا أبو يمنين حلت بعدك يد حلبة شوكتنا تفلى، الضربة اللي هدت اركان المسلمين، اللي فعلها راح يا باب العلم، وين من جسر يا لاهوتها حسين، بطل ونينك يا الولي قلبي تفتى، بطل ونينا والدمع هلو تحدى، سابغ بدم الراس يشوف هذا الذي مكتوب لي من عالم الذات، من عالم التكوين هالظلم.
ضربا كتبا. أبيات الدعاء من عندك الجواب. أنا الذي ما هاب من خيل ولا رجال ولا هاب من خوض المنايا وخوض الأهوال. لحور بت بالكون بيه حل زلزال قلبي فلت رواء ولا الزندين شل.